لا تخلو حياة الحرب والنزوح من محطات جميلة ومناسبات سعيدة، وها هم منتسبو الجيش الوطني يلونون حياتهم بألوان الفرح في عرس جماعي أقيم في مدينة مأرب لعشرة عرسان يعلنون فرحتهم التي تأتي في إطار السعي لفرحة الوطن باستكمال تحريره من الميليشيات الإنقلابية وتثبيت أركان الدولة في كل ربوعه وأرجائه. نحتفل اليوم بالفرحة الصغرى وهي فرحة عرسنا اليوم التاريخي في من عمرنا، هذا هو اليوم، واليوم الأعظم من هذا اليوم هو يوم تحرير صنعاء، يوم انتصار الجمهورية إن شاء الله عند دخول صنعاء. يؤكد العرسان أن إقامة عرسهم الجماعي يأتي في إطار الرد العملي على ثقافة الهدم والدمار التي تبثها الميليشيات الحوثية، مؤكدين أن نضالهم يأتي في إطار رسم ملامح أفراح اليمن وأن المستقبل سيشهد أفراحا يشاركهم فيها كل أبناء الوطن. نحن مشروع حياة، لسنا مشروع دمار. الميليشيات الإنقلابية حاولت أن تدمر أفراحنا وأعراسنا، بل إحنا اليوم نعلن لهم أن إحنا سنفرح وسنقاتل حتى نحرر آخر بلاد من بلادنا. تكتمل أفراحنا بقدومنا إلى العاصمة صنعاء وإسقاط ميليشيات إيران. تأتي هذه المناسبات والأعراس لتعيد البسمة إلى وجوه النازحين وتجدد الأمل في قلوبهم وتعيد إليهم أجواء الأهل والأصدقاء الذين كانوا يقاسمونهم أفراحهم ومناسباتهم في مدنهم وقراهم التي تركوها تحت بطش الميليشيات الإنقلابية ويعملون على العودة إليها على وقع انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. يعيش منتسبو الجيش الوطني حياتهم بكل تفاصيلها الجميلة، فانتصار الوطن فرحة مؤجلة على طريقها أفراح كثيرة. محمد القليصي، قناة سهيل، مأرب.